طب التخوف ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هنقدر او هتقدر شركات الانتاج في هوليوود ان هي تاخد حقوق من النجوم ولا مش هتاخد؟ طب ولو ما خدتش من النجوم ممكن تعمل نجوم صغيرين تانيين بتفاصيلها بشكل اجمل وارشق وافضل وباداء مختلف؟ يعني اصل الفن ده فن، لازم يكون فيه بصمه بشريه، لازم يكون فيه خلينا نقول مهاره معينه بالزبط. او لازم يكون فيه طريقه معينه، دي موهبه. يعني اعتقد انه الموضوع مش سهل. والقصه لو وقفت على توم كروز، فتوم كروز ماشي اوكي، راجل نجم وبياخد ارقام. طب انا ممكن اصنع بقى انا بتقنيه الذكاء الاصطناعي دي الفكره نجم تاني خارق. تفاصيل عن الموضوع ده بينضم لنا عن طريق تطبيق زوم الدكتور احمد سلمان، استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات في جامعه جيمس ماديسون في فرجينيا في الولايات المتحده الامريكيه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ مصطفى. الناس في هوليوود بتتكلم عن ايه تحديدا؟ ولو توم كروز متخوف، هل يمكن صناعه نجوم يعني بتقنيات الذكاء الاصطناعي؟ الموضوع فعلا بقاله فتره زي ما التقرير قال، وفي دلوقتي اضراب معمول من عدد من النجوم والكتاب والممثلين عموما بخصوص الموضوع ده. أصل المشكلة إن كان العقود اللي بتتعمل خصوصا للي هو زي الكومبارس، إن هو بيقولوا لهم إن أنتوا يعني هتيجوا تمثلوا مثلا في الفيلم، هتمضي معانا إن إحنا ممكن نستخدم الشكل الرقمي بتاعك لمدة 3 سنين قدام، وده لينا الحقوق في استخدامها عشان يقدروا يستخدموها في افلام تانية وفي حاجات تانية، بحيث العقود ان هو العقود دي معموله مش محتاج. من قبل كده يا دكتور، ها العقود دي يعني يعني انا من قبل الازمه دي، يعني عايز تقول حضرتك بالظبط، يعني انا هجيبك عشان تمثل في فيلم، فبدات فعلا ان هو خلاص انا هاخد الشكل الرقمي بتاعك، انا مش محتاجك، انا عن طريق اللي هو النسخه الرقميه بتاعتك انا هقدر ان انا عن طريق الذكاء الاصطناعي ان انا استخدمك كمجاميع في افلام تانية قادمه من غير ان انا محتاج عينه، طيب ودول دكتور احمد، بيمثلوا اكبر عدد من الممثلين. دكتور احمد يعني اعذرني المقاطعه طبعا، الاول صباح الخير، بس يعني صباح برضو النور. النقطه دي فيها يمكن هيبقى فيها تخوفات كتير جدا واسئله وعلامات استفهام كتير جدا. العقد ده هل هو، طب وانا ممكن اخد النسخه الرقميه دي واعمل بيها اي عمل ايا كان، هو ايه جيد سيء ايا كان، دي حاجه. تاني حاجه، العائد المادي كمان للممثل ده او للشخص او الكومبارس زي في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، هل مع كل استخدام للصوره الرقميه بتاعته مثلا بيتقاضى اجر؟ مظبوط، وهي دي اصل المشكله يا استاذ جمانه. يعني الفكره كلها ان هو مش عايزين يدفعوا للممثلين، عايزين يستخدموا الموضوع ده، وده اللي سبب اضراب. قال له ماشي، انت ممكن تستخدم النسخه الرقميه بتاعتك، تخلي الاي اي او الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يعمل الموضوع ده، بس لازم تديني جزء من الفلوس، جزء من الاكل، يعني تعتبر ان انت برضو بتستخدم حقوق الملكيه بتاعتي طبعا. في الموضوع ده. وحصل ان هو في مسلسل دلوقتي مشهور، هو مسلسل من كذا جزء، واخر جزء ليه لسه عاملينه قريب، اسمه اللي هو البلاك ميرور او المراه السوداء، بيتكلم عن في المستقبل القريب ايه اللي هيحصل. يعني هي معظم حلقاته بتتناول حاجه في الموضوع ده. ففي ممثله شهيره اللي هي سلمى حايك، هي طالعه في دور ان هو في حلقه من المسلسلات ان هم بيستخدموا النسخه الرقميه بتاعتها، وهي مش موافقه تماما، بس قالوا لها انت مضيتي على الموضوع ده. مش بس كده، ده حد من المشاهدين هم عاملين الحلقه عن حياته، وهو كل اللي عمله ان هو بس عمل اللي هو ايه، اي اكسبت، اللي هو وافق على اللي هي الاجريمنت او التيرمز اوف اجريمنت، او اللي هي اللي احنا كلنا بندوس عليها من غير ما بنوافق نقراها عليها، اصلا. اللي هي الشروط كلها بالظبط. فهم قالوا ان في المستقبل هتوصل لدرجه ان هو يستخدموا النسخه الرقميه بتاعتك، ده اللي كانوا بيقولوه، ومصورين حياتها كلها. فكان اللي هو جرس انذار بيعملوه نفس الشركات اللي هي عايزه دلوقتي تاخد النسخه الرقميه بتاعت الناس. فالموضوع كان عجيب. ومش بس كده، ده كمان الكتاب،
يعني الكتاب متخوفين لان عندنا حاجات زي تشات جي بي تي وغيره كتير بيقدروا ان هو اقول له مثلا انا عندي فكره الفيلم المعين او المسلسل المعين، ممكن تكتب لي حلقه، ممكن تكتب لي الفيلم، وبشويه معالجات بسيطه بعد كده للسيناريو اللي بيحطه اللي هو تشات جي بي تي ده، انا او ايا كان يعني الذكاء الاصطناعي اللي بيكتبه، بالظبط. خلاص بقى عندي فيلم كامل. لدرجة ان هو دلوقتي بقوا يقولوا ان الفيلم ده او المسلسل ده او الفيلم القصير ده ايوه اللي كتبه الكاتب شات جي بي تي. اوه فدي برضو من ضمن الحاجات اللي هم بيعملوا عليها اضراب، ان هو ما ينفعش ان انت تحط لي آلة ان هي تبقى تاخد اللي هي الكريدت او ان هي يبقى منسوب ليها العمل. طب السؤال الفيصلي في القصة دي، لو انا منتج يعني، هل هتكون في مهارات عند مستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في صناعة الفن مش هتكون موجودة عند الممثل أو الفنان؟ يعني هل أنا هقدر أطلع بالذكاء الاصطناعي تمثيل أكتر من الفنان لو أنا مخرج مش هعرف أطلعه منه في الحقيقة؟ ده السؤال الفيصلي ربما لو أنا منتج بسأل في التفصيلة دي. ده سؤال جميل، خصوصا ان هو المنتجين فعلا بيستخدموا الحته دي، بيقولوا ان التخوفات دي زايده جدا عن حدها. احنا كل اللي عايزينه ان استخدام الذكاء الصناعي في حاجات، في اشياء محدوده، زي حاليا مثلا هو بيستخدم على نطاق واسع في الموضوع اللي هو يخلي مثلا ممثل كبير في السن يبان انه اصغر عشان مشهد مثلا من اللي فات، وده حتى استخدم في الدراما المصريه، يعني مش بس يعني بقت التقنيه موجوده وعلى يعني على مستوى عالي وعلى مستوى انتشار واسع لدرجه ان هو اي حد ممكن يستخدمها. لكن ان هو بقى يقدر ان هو يعمل منه ممثل كامل، يعمل كل الحركات، يعمل كل حاجة، يعني هي احنا ما وصلناش للحتة دي. بس هي دلوقتي برضو اللي ممكن اعمله ان انا اجيب ممثل شاب وشه مش معروف وجيد جدا في تمثيله وكل ايوه حاجة، ايوه واخليه يعمل كل حركات الاداء، واقدر ان انا اركب عليه وش شكرا ممثل بقى مشهور. شكرا شكرا. طب ما هي دي بقى نقطة مهمة جدا. يعني عارف يا دكتور أحمد، زمان كده وأنا بعمل في الجامعة بنعمل مشروعات التخرج، كان في حاجة وإحنا بنعمل البحث يعني اسمها البلاجيريزم، إن إحنا نبقى عشان نبقى السيتيشنز والمصادر وإن إحنا ما نبقاش ناقلين وما إلى ذلك. طبعا حضرتك أكيد أدرى مني بكل الحاجات دي. هي دي الفكرة، إن ده يعتبر بمثابة قتل الإبداع. يعني في حاجات ما أعتقد لازم يكون فيها بصمة بشرية، في موهبة لازم يكون في الشخص ليه زي ما بيقولوا كده التاتش بتاعه، حاجة خاصة بيه هو، خاصة في المجال الفني، إن كان مغني، إن كان ممثل، إن كان كاتب، أي مكان. وممكن يبقى فيها كمان سرقة، يعني ممكن شخص ما عندوش موهبة تماماً آخد موهبة شخص آخر أركبها على شكل هذا الشخص، فيطلع عندي شخص أنا متخيل أن هو فنان وأن هو عنده هذه الموهبة، وقتلت حد تاني خالص، موهبة حد تاني خالص مش ظاهر. مظبوط، ده كلام سليم، لان وده اللي مخلي موضوع الاضراب ماشي وماشي بقوه يعني، وبيشترك فيه الكتاب والممثلين وجهات بتخش تساند وممثلين بس مشهورين في داخلين المقابل يا فندم بيساندوا في زي ما كمان حضرتك. منتجين اكيد اعتقد يعني العائد المادي من الذكاء الاصطناعي عليهم هيكون اكبر، فهنا خلينا نقول اليد العليا هتبقى لمين، للابداع ولا هتبقى العائد المادي؟ مظبوط، هي الاثنين في محاربه. وبعدين هو الممثلين بيقولوا ان كل هم المنتجين ان هم يعملوا فلوس، ويقدروا ان هم يعملوا فلوس بزياده جدا، لدرجه ان في شركه شهيره حطت اعلان ان هم عايزين خبير ذكاء اصطناعي يعينوه بمرتب في السنه يكفي ان هو يدفع احتياجات 35 ممثل كاملين بالهيلث انشورنس بتاعهم او التامين الصحي بتاعهم ليهم ولاهاليهم، مرتب واحد بس مدة سنة يكفي ان هو يغطي تكاليف 35 ممثل بالتامين الصحي بتاعهم ليهم ولاهاليهم. فالموضوع ان هم بيقولوا لهم طالما انتوا قادرين تعملوا كده، طب ما تعملوا كده برضو في نفس الوقت، او يعني خلوا الموضوع متساوي، او ادونا حقوقنا، لان انتوا مش هتعينوا حد بالمرتب ده كله صح الا اذا انتوا هتعملوا مكسب طبعا مهول. طبعا صحيح.
من كام سنة يا دكتور سلمان كان لو حد نزل أغنية لشخص تاني ما كانش فيه قصة الكوبي رايتس مفعلة على اليوتيوب أو على كافة المواقع. النهاردة الكوبي رايتس شديد جدا جدا، لو قدرت لو أي حد عمل أي حاجة على طول الخوارزميات بتاعت كل السوشيال ميديا بتمسكه. طيب هل تم وضع تشريعات أو قوانين خاصة أو في نقاش حتى على تشريعات خاصة بالذكاء الاصطناعي، الجانب الأخلاقي للذكاء الاصطناعي زي ما بيقول؟ وخلينا نتكلم في الزاوية الأوسع، بس مش بس في هوليوود، الحديث الجدل في أمريكا عن تشريعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عامل إزاي؟ هو ده يعني اللي حضرتك بتقوله كمان، يعني ده مرتبط بالذكاء الاصطناعي، لان الذكاء الاصطناعي هو اللي بيقدر في وقت سريع جدا يقدر ان هو يشوف، يعني يراجع قاعده بيانات كبيره لكل مثلا الحاجات اللي ليها الموسيقى اللي موجوده، ويقدر يقول اه دي بتاعت فلان وانت مش فلان، فيقدر ان هو يوقفها على طول. ففي استخدامات للذكاء الاصطناعي مهمه جدا، وده بيقدر ان هو يساعد ان هو يحافظ على حقوق الملكيه، لكن في نفس الوقت ده سبب رئيسي من الاضراب، ان هو انا عايزك انت مش هتاخد النسخه، يعني الاضراب اللي عاملينه الممثلين، انت مش هتاخد النسخه الرقميه بتاعتي وان انت تعملها، تعالى نقعد مع بعض ونعمل تشريع او نعمل ضوابط معينه ان احنا نقدر ان انا احافظ على حقوقي عشان اقدر اكمل، عشان النسخه اللي انت هتاخدها مني دي وهتستفيد انت منها اقدر ان انا اكمل واعمل لك اللي هو اللي كانت استاذه جمانه بتقول عليه، ان انا اقدر ابدع اعمل حاجات تانية تاخد مني نسخه احسن تقدر ان انت تستخدمها. فهو ده دلوقتي الجذب والشد اللي موجود، واعتقد ان هم لازم هيوصلوا لحل، لان مش معقول الناس دي كلها هتقعد من غير اشغال او من غير اي حاجه، ده هيؤدي لمشاكل كبيره جدا. دكتور احمد، يعني يعذرني لضيق الوقت لكن سريعا جدا، ده في مجال الفنون بالنسبه لنا احنا كمذيعين، في قلق ولا لا؟ نقلق ولا لا؟ انا بالنسبه لي كدكتور في الجامعه انا في قلق. فهو القلق موجود عند الكل يعني، بس مش تخوف لدرجه ان هو يعني احنا خلاص صحيح. الموضوع صحيح. هينتهي او يعني كل الناس هتنتهي في العالم. صحيح. انا اعتقد صحيح. والله يا دكتور ان في كل الاحوال البصمه البشريه يجب ان تستمر ودايما لازم تكون موجوده. على اي حال بشكرك يا دكتور احمد. صحيح صحيح. بشكرك يا دكتور احمد سلمان، الأستاذ المساعد في علوم الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات في جامعة جيمس ماديسون في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لحضرتك.